بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله: آداب الصيام. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآتية ولن السحور، وقد أجمعت الأمة على استحبابه، وأنه لا إثم على من تركه. هذا الإجماع هو صارف الأمر تسحروا من الوجوب إلى الاستحباب. خلف عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. وعن المقداد بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا السحور فإنه الغذاء المبارك. رواه النسائي بسند جيد، صححه الشيخ الألباني. سبب البركة أنه يقوي الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام. والبركة التي جعلت في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما يتحقق. يقول: يتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد مرفوعا. وقته قال: السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره، لأن نصف الليل الأخير وجوف الليل الغابر، والسحور مأخوذ من السحر، فالأصل أنه في وقت السحر ثلث الليل الأخير أو نصف الليل الأخير. فأقصى ما ورد في أحاديث النزول الإلهي هو نصف الليل. فمن يعني تناول شيئا من الطعام أو الشراب في نصف الليل فهو متسحر. فعن زيد بن ثابت أن كلمة السحر هو آخر الليل، فالآخر ده يبقى نصفه ليه؟ الأخير لا يطلق على نصفه الأول. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 50 آية. رواه البخاري ومسلم. ظاهر هذا أنها بين الأذان والإقامة، قدر 50 آية. هل هي طويلة أم قصيرة أم متوسطة؟ الظاهر أنها يعني متوسطة، لأنه لم يحدد يعني، فعامة الآيات تكون بين القصيرة والطويلة، قدر 50 آية. هذه يمكن أن تكون نحو 10 دقائق، ربع ساعة، على حسب اختلاف سرعة القراءة وبطئها. عن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس فطرا وأبطأهم سحورا. رواه البخاري بسند صحيح، خلاف من يظن أن الأفضل تطويل مدة الجوع والعطش، إنما الإسلام جاء بأعدل وسائل التهذيب، بأن يكون الإنسان يصوم عن الطعام والشراب في النهار فيأكل في طرفيه في الليل عند المغرب وعند السحور قبل الفجر، ليكون أعون وأهون على النفس، فلا تسأل الصيام بل تحبه. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعا قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. في سنده سليمان بن أبي عثمان مجهول، وضعيف السند، الذي قبله والذي يعني يدل على صحة معناه. الشك في طلوع الفجر. قال: ولو شك في طلوع الفجر فله أن يأكل ويشرب حتى يستيقن طلوعه ولا يعمل بالشك، فإن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التبين نفسه لا الشك. فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نقول أن الله لم يجعل طلوع الفجر نفسه،
إنما الغائع تبين طلوع الفجر، وهذا إنما يحصل لمتأمل موضع طلوع الفجر، ليس أن يحبس نفسه في بيته مثلا ويقول لم يتبين لي حتى أطلع النهار، ليس الأمر كذلك. فيحتاج الأمر إلى نظر في موضع الشروق، موضع الشرق، حتى نعلم طلوع الفجر نعلمه، وليس كما يظن البعض أنه يأكل طالما بقي في بيته مثلا أو مع الأضواء الصناعية الحديثة التي نتأكد من طلوع الفجر ما عدم ظهوره بسببها. التبين لابد من أخذ أسبابه كما هو معلوم في كل مرة، فمن كان أخذا بالأسباب أكل حتى يتبين، وأما من كان لم يأخذ بها فيمكنه أن يعمل بالحساب الموثوق به. وفي الحقيقة ليس في الفجر حساب موثوق به قطعا، وإنه هو تقريبي، فإن العوامل المختلفة التي تؤثر في ظهور ضوء الفجر بعضها لا يمكن دخوله في الحساب، كدرجة الغيوم ودرجة الرطوبة وارتفاع المكان وانخفاضه، فهذا متفاوت جدا. لذلك نقول أن العمل بالحساب التقريبي مع الاحتياط لمن لم يأخذ بالأسباب هو الأولى، والله أعلم. قال رجل لابن عباس: إني أتسحر فإذا شككت أمسكت. فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك، إن هذا هو التبين. قال أبو داود: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: يعني إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه، كما أنه إذا شك في طلوع الفجر لم يجز أن يصلي حتى يتأقن طلوعه، فجاز أن يأكل حتى يتأقن طلوعه. قال: هذا مذهب ابن عباس وعطاء الأوزاعي وأحمد. وقال النووي: وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر، تعجيل الفطر يعني من المستحبات. الأمر الثاني: ويستحب للصائم أن يعجل الفطر متى تحقق غروب الشمس. فعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم. تحقق غروب الشمس هذا يمكن أن يدرك بالحساب، يعني الفجر حسابه هو والعشاء غير منضبط، تقريبي فقط. ونحن نعلم أن الوقت الموضوع في النتائج المصرية هو أشد الحسابات طولا، أي مبكرا، أشد الحسابات احتياطا في الحقيقة. واضع حساب هيئة المساحة المصرية احتاط في مسألة طلوع الفجر، احتاط للصيام، ولكنه غفل أن هذا الاحتياط للصيام يضيع به الاحتياط للصلاة. زاوية 19.5 تحت الأفق التي حسبت عليها نتائج هيئة المساحة المصرية مخالفة للقواعد المعمول بها في كل يعني المراكز العلمية البحرية العالمية، وهي التي تحسب زاوية الفجر على 18 درجة تحت الأفق. الشمس تكون تحت الأفق جهة الشرق، تحت الأفق 18 درجة، الزاوية تنقص بتنقص بتنقص إلى أن تصل إلى صفر عند الشروق. بالنسبة لتحقق غروب الشمس يمكن ضبطه، ولكن يلاحظ أن الحسابات دائما تحسب الشمس كأنها نقطة ونحن نراها كقرص، فالحسابات محسوبة على مركز غروب الشمس. قد يظهر ذلك في بعض الأيام الطويلة خصوصا، فلا بد من مراعاة ذلك. هذا لا يكاد يزيد، هو غروب مركز قرص الشمس وغروب حاجبها الأعلى ما بين جزء من دقيقة إلى دقيقة وجزء من الثانية وجزء من الدقيقة الثانية، وهذا قد يزيد بالنسبة لمن في طائرة أو في
عمارة مرتفعة، بناء مرتفع أو على رأس جبل، فلا بد أن يرى أن من رأى الشمس، من ظل يراها لا يجوز له أن يفطر، ربما أذن من هو أسفل منه في المكان. يعني واحد راكب طيارة هيكون غروب الشمس في الإسكندرية قد حان وقته، وهو في الطيارة فوق خالص هيكون شايف الشمس، فلا يجوز له أن يفطر لأنه ما زال يرى الشمس. من كان في عمارة مثلا في الدور 20 أو في عمارات أشد من ذلك قد يؤذن للصلاة في المسجد، وربما يرى الناس في الطوابق العليا الشمس، ربما يرى الناس في الطوابق العليا الشمس، فمن كان يرى الشمس لا يجوز له أن يفطر، إما أن ينزل وإما أن تغرب الشمس أمامه. ينبغي أن يكون الفطر على رطبات وترا، فإن لم يجد فعلى الماء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، الرطب بلح الطري، قال يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، هذا الجاف، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. عن سليمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. ضعفه الشيخ الألباني وهو مثل الذي قبله. وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية، يعني على الرطب أو التمر أو الماء، فإذا صلى تناول حاجته من الطعام بعد ذلك، إلا إذا كان الطعام موجودا فإنه يبدأ به. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه الشيخان. كيف تستطيع صلاة الجماعة؟ يصلي جماعة بعد الأكل، أو إن أراد فلا يشهد المائدة عند غروب الشمس، ينزل قبل أن توضع المائدة، أو يأمرهم أن لا يضعوا المائدة، لا يضعوا الطعام على المائدة قبل الغروب، إنما يضعونها بعد الغروب بعد أن يفطر وينزل إلى الصلاة، حيث لا يضيع صلاة الجماعة وثوابها العظيم خصوصا في رمضان. فينزل إن كان الطعام موجودا ونزل فالطعام ليس حاضرا أمامه في الطريق ولا في المسجد، فيكون قد جمع بين الخيرين. الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام. روى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وكان عبد الله إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. حديث ضعيف. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. حديث حسن صحيح. حديث حسن صححه الشيخ، حسنه في صحيح أبي داود. وروي مرسلا أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. ضعيف. وروى الترمذي بسند حسن أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. الحديث ده صحح الشيخ الألباني منه: الصائم حتى يفطر، والمسافر، والمظلوم. نعم. ألخص هذا أن الصحيح الثابت في هذه السنة هو الدعاء طول مدة الصيام حتى يفطر. فالسنة الثابتة أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بالنسبة للدعاء أثناء الصيام فهو مستحب متأكد، الصائم حتى يفطر، وهذا أفضل للأمة وأوسع لها،
هذه الرواية فيها فضيلة واسعة، وليس فقط عند الفطر كما ورد في حين رواية حين، بل هو مستمر في الدعاء طول مدة الصيام، فهي بركة عظيمة أن يظل الصائم مستجاب الدعوة. ولا شك أن اللحظة التي يفطر فيها فهي آخر العبادة، فهي من أرجى لحظات إجابة الدعاء، لأنه ما زال صائما حتى يفطر. الكف عما يتنافى مع الصيام. الصيام عبادة من أفضل القربات، شرعه الله تعالى ليهذب النفس ويعوضها الخير، فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه حتى ينتفع بالصيام وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب وسائر ما نهى الله عنه. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم إني صائم. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. صححه ابن خزيمة وابن حبان، ضعف الشربين، ولكن له شواهده الكثيرة تدل على صحته وأولى بالتحسين. وروى الجماعة إلا مسلما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. هذا نفس معنى ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والباطل والرفث الذي هو الفحش. وغالبا ما يتعلق الرفث بالعلاقة مع النساء، ومعظم السباب يتعلق بالفروج والعورات، نسأل الله العافية. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه النسائي وابن ماجة والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري. حسن صحيح، وليس معنى الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس معناه أنه يفطر، وإنما معناه لا ثواب له، فهو يسقط الفريضة ولا يجب عليه القضاء إذا صام، ولكن لا ثواب له إذا لم يؤدي ما أمر به في الصيام من واجبات وترك المحرمات. وأشد من ذلك ترك الصلاة وفعل الكبائر عموما. فالمتبرجة مثلا مرتكبة كبيرة من الكبائر، فليس لله حاجة في أن تدع طعامها وشرابها. لا نأمرها بالفطر، ولكن نأمرها بالتوبة. وكذلك تارك الصلاة صومه لا ثواب فيه، غير مقبول، ليس يجب عليه القضاء إذا تاب ولا الكفارة. قال: السواك يستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام، ولا فرق بين أوله بين أول النهار وآخره. قال الترمذي: ولم يرى الشافعي بالسواك أول النهار وآخره بأسا بالحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم. تقدم ذلك في فضل السواك في كتاب الطهارة.
حديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الشيخ الألباني. لكن عموم أدلة السواك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهو مستحب عند كل صلاة لكن ليس فرضا. ومن ضمن ذلك آخر النهار صلاة العصر وكذا صلاة الظهر أثناء الصيام، فطالما أن الحديث عام فهو يشمل ذلك أيضا. الجود ومدارسة القرآن. الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت إلا أنهما آكد في رمضان. روى البخاري عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، أي في سرعتها وفي عمومها وعموم نفعها. الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان. روى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، وفي رواية لمسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. أحيا الليل يعني صلاه كله، كان عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقوم وينام، لكن في العشر يمكن أن يقوم الليل كله، كان يقومه يحييه كله أو عامته ومعظمه. والأولى في ذلك أنه طالما كان قادرا على القيام والصلاة والذكر فليفعل، إلا إذا نعس، فلعله إذا أراد أن يدعو دعا على نفسه، فهنا يستحب الركوع. أيقظ أهله أي لصلاة الليل، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يترك ويعني لا يوقظ النائم في ذلك إلا أنه كان يراغب ويمر على أهله صغارا وكبارا يراغبهم، أما في العشر الأخر فكان يوقظهم. شد المئزر كناية عن اعتزال النساء، وقيل عن الاجتهاد. وروى الترمذي وصححه عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر ويرفع المئزر. صحيح، صح عند الترمذي، ليس عنده ويرفع المئزر. مباحات الصيام. واح في الصيام ما يأتي: نزول الماء والانغماس فيه طالما آمن أن يبتلع ماء، كان من عادته أن ينزل فيه وعلم أنه لا يبتلع، وأما من علم أنه إذا غطس في الماء فلا بد أن يبتلع فهذا لا ينزل الماء. روى أبو بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثه فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر، رواه أحمد ومالك وأبو داود بإسناد صحيح. في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ذنوبا وهو صائم ثم يغتسل، هذا يتضمن صب الماء على الوجه والأنف، والاغتسال يتضمن إدخال مضمضة وإدخال الماء في الأنف استنشاق، هذا يدل على صحة الصيام. قال فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الاكتحال والقطرة ونحوهما مما يدخل العين سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجد، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف. عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم حسن موقوف. وإلى هذا ذهبت الشافعية وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور، وروى وروي عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة، وهو مذهب داود، ولم يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذي، يعني لا نفيا ولا إثباتا لا في الاكتحال ولا في علامه.
والصحيح في هذه المسألة أن العين منفذ إلى الأنف من خلال القناة الدمعية التي تصب في أعلى الأنف وينزل منها إلى الجوف، فإن الحديث قد دل على أن المبالغة في الاستنشاق تضر الصائم كما سيأتي، وهو دليل على أن الأنف يعتبر كمنفذ للجوف شرعا، وهو كذلك طبا، فالأنف والفم يجتمعان في البلعوم منفذ واحد، لذلك نقول أن القطرة والكحل إذا وجد طعمهما أو لونهما في جوفه فقد أفطر، إذا لم يجد طعما ولا لونا فليس عليه شيء، لأن القناة الدمعية قد يصل جزء معتبر منها من خلالها إلى الجوف وقد لا يكون كذلك. معلوم أن هناك جزء غير معتبر يبقى في الفم بعد المضمضة، والاستنشاق كذلك يبقى في الأنف ويبتلعه الإنسان، ومثل هذا لا أثر له شرعا. فلذلك نقول قد يدخل شيء يسير لا يشعر به الصائم، الكلام على ما إذا شعر به طعما أو لونا، وهذا هو الراجح، والمسألة فيها اجتهاد. الأحوط أن يضع القطرة في أول النهار، في أول في عند السحور وعند الإفطار، ليس في أول النهار. وهناك أشياء أخرى يصعب مرورها أو يدخل منها شيء يسير، مثل الهلام، ومثل ذلك في الأنف أيضا. فالأنف وضع القطرة في داخله كالمبالغة في الاستنشاق، ولكن الهلام اللي هو الجل، أشياء بتبقى تركيبها صعب المرور، يعني تبقى وتمتص من الغشاء المخاطي ولا تضر، امتصاص من الغشاء المخاطي إلى الدم مباشرة دون مرور الجوف لا يضر، لأن العبرة بما يصل الجوف من الفم، من الفم والأنف. هذا هو الذي ورد به الدليل على أنه منفذ للجوف، والعين لما قلنا ذلك لأنها منفذ إلى الأنف مباشرة. وهناك أشياء طويلة المفعول يمكن استعمالها، القبلة لمن قدر على ضبط نفسه، أي من المباحات القبلة. فقد ثبت عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، يباشر يعني يلمس البشرة، تلمس البشرة، وكان أملككم، وكان أملككم لإربه، يعني يملك نفسه عن أن يصل به التقبيل إلى الإنزال أو إلى الجماع. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك، قال ففيم فيما السؤال. صحيح صحيح رواه ابن داود. قال ابن المنذر رخص في القبلة ابن عمر، رخص في القبلة عمر وابن عباس وابو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق. ومذهب الأحناف والشافعية أنها تكره على من حركت شهوته ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها، ولا فرق بين الشاب الشيخ والشاب في ذلك، والاعتبار بتحريك الشهوة، هذا هو الراجح. قال وخوف الإنزال، نعم خلافا لبعض الأفاضل المعاصرين ممن قال لو أنزل لما أفطر، عندنا قبلة بلا إنزال، لا مني ولا مذي، قبلة مع إنزال مني، خرج بشهوة ولذة أثناء الخروج أفطر إجماعا، لا يخالف في ذلك إلا الظاهرية، لا يعتد بخلافهم لإنكارهم القياس في هذه المسألة وغيرها، مع أن الاحتجاج بعموم الكتاب والسنة،
فالكتاب قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مفهوم المخالفة هي الآية أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود لم يأكل ولم يشرب ولم يباشر. قال فالآن باشروهن حتى يتبين لكم. إذن إذا تبين لم يباشر. الأصل منع المباشرة، استثني من ذلك مباشرة وردت في السنة بلا إنزال، بدليل كان يعني يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. يبقى الأصل منع المباشرة إلا ما ورد به الدليل. الدليل ورد في مباشرة فقط، لمس بشرة ببشرة، ولم يرد في إنزال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يدع عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والشهوة تتحقق يعني في معظمها بالإنزال مع التقبيل أو اللمس أو الاستمناء، وفي النظر خلاف. لكن إذا تعدد النظر عمدا وكرر النظر وكان من عادته أنه ينزل بذلك فهو مفتر. أما مجرد الفكر ومثله الاحتلام فهذا لا يضر لأنه غير ممكن. بقي أن يقبل فيمضي أو يفكر فيمضي. والصحيح أن ذلك ليس بمنزلة المني، وهو يخرج لا بشهوة فهو قد ترك شهوته. أما الذي أنزل وأمنع فقد أتى شهوته. ومعلوم أن الإمزاء يحصل بغير قصد من الإنسان، فالأولى الراجح القول بعدم الإفطار من إمزاء، فالمذي لا يفطر، لكن أحوط أن يتجنب، وإذا أمذى فالأحوط أن يقضي، لكن الراجح صحة الصوم. قال ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك، والاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره، والأولى تركها سواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما. وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة. لا يقال الأولى تركها، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.